بتصنعها لشوي رشا؟ أكيد بمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم. اليوم هيك حبينا نسلط الضوء ضمن فقراتنا على جهود العمال وجميع القطاعات. كنا بأول فقرات عم نحكي فيها عن قطاع النفط ونقابة النفط في دمشق وريفة، وهلأ رح نحكي شو عن قطاع الصحة. يمكن هو أو ممكن هو الأكيد هو من أهم القطاعات بسوريا، وهو من القطاعات اللي كتير عانى خلال سنوات الحرب. شفنا كان في عليه قانون قيصر، هذا القانون اللي عمل إرهاق وضغط كتير كبير على جميع الكوادر البشرية الموجودة بالمشافي، عمل ضغط بنقص المواد، نقص الأدوية، نقص المعدات عفاف. وشفنا كان في بالأسواق يعني تطلبي الدواء تطلبي المعدات هو غير موجود بسبب القانون اللي كان مفروض علينا به هدول السنوات. وأيضا من القطاعات اللي قدم شهداء كتير وجرحى، قديه كنا نسمع بهي القصة. صحيح، يعني سمعنا كتير عن مرضى استشهدوا وضحوا بحياتهم بسبيل أنهم يخدموا الناس الجرحى والمصابين بالمستشفيات ويعطوا أكثر ما عندهم من وفاء لعملهم. وكتير من الضغوطات اللي واجهوها وتركت تأثيرات سلبية على صحتهم النفسية وجه سدية يلي بقون. وهذا القطاع كتير عانى أكيد من مشاكل مرورا بسنوات الحرب وحتى كمان جائحة كورونا، يعني تحدى كتير من الصعوبات. وأكيد اليوم خصصنا هاي الفقرة لحتى نحكي عن هذا القطاع الصحي المهم. أكيد عفاف، ذكرتي سنوات الحرب، ذكرنا كورونا وانتهان بالزلزال. كانت الكوادر البشرية مستنفرة على مدار 24 ساعة. وضيفنا لليوم هو جاي من المناوبة لعنا على استوديو صباحنا غير بشكل مباشر يعني بلا نوم. هذا اليوم كمان أنه نحن قديش عم يعطي لعمله اليوم. هذا الضغط، هذا السهر بدون نوم أكيد له أثار سلبية إن كان على الجسد وإن كان على النفس. ولذلك ضمن الفقرة رح نحكي عن هي القصة، الأثر السلبي الجسدي والنفسي على حياة العمال بسبب ضغط العمل. وضيفنا لليوم هو الدكتور محمود أسامة مصطفى، وهو دراسات عليا بالجراحة العامة والتنظيرية جامعة دمشق، وحضرته طبيب مقيم بمشافي الأسد والمواساة. تسع صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. كل خير، كل عام بخير من منصتكم لكم ولجميع عمال سوريا بمختلف اختصاصات المهنية، ويبقى العمال سوريا ألف خير. يسعد صباحك مرة ثانية دكتور ويعطيك ألف عافية. يعني جاي من المناوبة وتعبان وعم ضحي كتير بوقتك وبصحتك النفسية حتى كمان. بدنا نذكر هلأ الآثار، يعني بداية الآثار السلبية اللي بيتركها هذا العمل الشاق والمتعب، آثاره السلبية على صحة النفسية والجسدية بنفس الوقت، خلينا نذكر سوا. تمام، هلأ قبل ما نحكي على الآثار السلبية خلينا نتطرق على الآثار الإيجابية للعمل. هلأ هو العمل هو ما بس مجرد مصدر رزق ليحقق للفرد من خلاله قوت يومه، العمل هو ميدان بيعيش من خلاله الفرد، بيعيش من خلاله بالمجتمع، بيأثر بيتأثر بيحقق ذاته تمام، فبتنعكس على صحته النفسية. لما نحن نقعد بالبيت لفترة طويلة مثل ما العطلة الماضية راجع كثير لعيادات نفسية، حالات انه خمول اكتئاب بدأ ترجع على العمل. صح انه ممكن في ناس قالت هالعطلة كانت طويلة كانت متنفس، بس الدوام هو فرصة لأنك تتعرفي على العالم الاجتماعي، تطوري من علاقاتك الاجتماعية وتحققي ذاتك. لما أنا بدي أكون شخص ناجح بعملي، بدي أنا بطلع حالي على مرايه حزيد ثقتي بنفسي. في عنا كذبة مطلقة بتقول الراحة هي كتير كويسة، الراحة التامة مضرة بالصحة، لأنه لما الإنسان بيكون مرتاح بعمله مرتاح راحة تامة ما عم يروح كل يوم على شغله تمام، هالمسافة اللي عم يقطعها والطلعها والنزلة على الدرج هذه بتعمل مرونة مفاصل، بتحرك له العضلات، بتعمل زيادة تروية دموية، بتعمل هيك انتعاش لصحته. في عنا مثل بيقولنا الحركة بركة، وبالفعل هيدا الشيء مطبق. لهيك نحن بنشوف مثلا، خلينا نعطي مثال عملي اذا بدنا، في عنا كآبة المتقاعدين. ليش نحن بنشوف المتقاعدين بس ليوصلوا على مرحله معينه وبيتقاعدوا؟ يمكن ممكن فقدان مكان الوظيفي او الاجتماعيه، او ما عاد في عندهم تواصل ايجابي مع زملائهم تمام، هذا الشيء بيعطي كآبة للمتقاعدين. هل هي رح كيف نعالجها؟ هو العمل، العمل هو حياة. العمل انه انا بدي اشتغل تمام، هو عنصر اساسي بعملية التعافي من الامراض النفسية ككآبة كاحباط كتبدد ذات وهالقصص هذون. هلا الاثار السلبية لضغوطات العمل بتتفاوت بين مجال ومجال تاني حسب طبيعة العمل والوظيفة تمام. هلا في عنا العمال اللي بيكونوا عم يشتغلوا بشفتات مسائية تمام، بيكون الساعة البيولوجية لهم متخربطة، فانه بيضطروا مثلا عمال المقاهي عمال اللي عم يضطروا يستثمروا الطاقه الكهربائيه ليبقوا ساعات طويله،
فهذا الشيء عم يخليهم يفيقوا متاخرين على نومهم، ساعتهم البيولوجيه متخربطه. فانا كلياتنا بننصحهم انه يبقوا يناموا 6 ساعات على القليل لسبع ساعات، لانه يعني هذه الصحه متطلب اساسي انه النوم، النوم الكافي. حتى موسوعة جينيس عاملين كل الاختبارات اللي ممكن فينا تقول فوق الخيال، بس عمره ما حدا حط اختبار انه السهر لاربع ساعات 24 ساعه او فوق 24 ساعه. اثنين، انه نحن بنبتعد عن الكافيين، هذا الكافيين بيزيد الاثار السلبيه لضغوطات العمل. ثلاثه، اذا انا كان طموحي ما بيواسب ما بيناسب العملي، يعني انا عم بشتغل بس لحقق مبلغ مادي، هذا كمان بيعطي بيزيد الاثر السلبي اللي حنحكيها هلا قدام. اربعه، انه انا لما عم بكون بمكان تمام البوست تبعي ما عم يقدر الشغلي، ما عم يعطيني هيك شويه هدايا تحفيزيه، ما عم يكون في عنا معدات وقايه حيعمل اثار جسديه ونفسيه. حنحكي على الاثار الجسديه، الستريس والتوتر والضغط النفسي والسهر ساعات طويله. صحيح. تمام، هذا عم يعملنا يفرزنا هرمون نور ادرينالين. هذا يعني الهرمون يعني عملكم انتم بالذات التمريض قطاع كثير حساس وبده تركيز عالي، يعني خلينا نركز عليكم بالضبط. يعني في ناس بتسهر يومين عندها مناوبه يومين، فهون يعني شو بيصير عندها؟ القطاع الطبي لما بيسهر 24 ساعه تمام، صدقا في ناس تدخل اختصاص، وخاصه نحن كاختصاص جراحه هو فيه ستريس شغل اكثر من اختصاص الداخليه، مع انه مساواه الكل بالجهد النفسي والتعب الجسدي. لما انت بتروحي بتسهري 24 ساعه بالاسعاف تمام، انت بتشوفي جربتي حالك تمام، انت حسيتي حالك كفأ هالمهمه عم يتابع فيها. طب ليش نحن بنشوف الاختصاصات عم يدخلوا 50 طبيب جراحه، ما عم يوصل شهرين ثلاثه، نهايه السنه بيكونوا 50 طبيب سنه اولى، بنهايه السنه بيصيروا 30 طبيب سنه اولى. هذا الشيء لانه ناس ما تحملت ضغوطات العمل النفسيه. هلا انا كيف بدي اتعامل؟ انه انا مثلا شرب المي كثير مهم تمام، بدي جدول اعمالي اليوميه بدي انظمها، يعني انا بدي استغل انه في عندي 3 ساعات وقت فراغ حروح استريح فيهم، لانه هذول الثلاث ساعات يعني عباره عن ممكن 30 حياه مريض بالاسعاف الجراحي. انا بدي اجي على الاسعاف الجراحي منهك نفسيا وجسديا وسهران قبل بيوم تمام، بعدين تمام حعمل شو؟ حعمل ممكن خلل بالتيم تبعي انه انا ما عم اقدم له طاقتي اللازمه. صحيح. تمام. في عندنا كمان مثلا كمان شغله مهمه للاجهاد الرقمي، اجهاد العين الرقمي. في عندنا حلول بسيطه حنحكيها هلا بالفقرات ان شاء الله الثانيه تمام، انه كيف نحن ممكن نعالج كفرد تمام، انه انا بدي اعالج الاجهاد اللي عم اتعرض له بالعمل لحتى انا اطلع تمام باقل الخسائر، لانه ما في عمل بدون اجهاد. الضغوط للحياه والاجهاد النفسي يعني مو بس اليوم نحن بضغط العمل، اكيد في حياه اجتماعيه ثانيه، واليوم مع حضرتك طبيب مقيم هذا الشيء له اثر سلبي على حياتك الاجتماعيه. حضرتك مقيم بدمشق ولكن اسرتك موجوده بالساحل يعني اليوم هاي المرأة العيد عيت معهم؟ هيدا العيد عيت معهم، بس الاعياد السنه الماضيه لا عيد الفطر ولا عيد الاضحى ولا عيد الام انا هالسنه عيدته. اما هي الفكره انه في هذا عدم التواصل الاجتماعي عم ياثر بشكل سلبي، ولكن انتم اليوم بمهمه انسانيه. نحن اليوم هيك من خلال صباحنا جهزنا اختبار بسيط، بهذا الاختبار نحن بنقدر نعرف قد ايه نحن مضغوطين نفسيا بعملنا، قد ايه النسبه يعني. وحضرتك طبيب وعم تشوف حالات كثير بالمشفى، وخاصه نحن دائما نروح للضغط النفسي نقول صار حتى الطبيب احيانا بيتعرض لحاله نفسيه يعني بسبب ضغط العمل. فاليوم نحن وانت حنجاوب على هذا الاستبيان، ما بعرف اذا جاهز الاستبيان شباب. يلا خلونا نشوفه وحنكون باشرافك هذا الاستبيان، تفضلوا. هلا في عندنا مقياس اسمه ماي سلاش لتقييم اشياء اداه لتقييم، خلونا نشوف الصوره قبل الاسئله. هي اول شيء بس نحط النقاط. هي مقياس ماي سلاش للتقييم الذاتي للاجهاد النفسي. في عندنا 3 معايير، خلينا نعمل المعيار الاول الارهاق النفسي. هلا درجه 0 هي انه انا ما عم بشعر ابدا او مطلقا بهيدا الضغط. درجه 1 عم احس مرات قليله بالسنه، 2 مرات مره بالشهر، مرات بالشهر 3، مره بالاسبوع 4، و5 مرات قليله بالاسبوع. 6 هي اقصى درجه انا كل يوم عم بحس بهالشيء. هلا هن 9 معايير. هلا هي 9 اسئله بهذا الاختبار. بامكان اي شخص هيك مرافقنا اليوم، خلونا نشوف الصوره الثانيه لو سمحتوا، يجاوب على هي الاسئله ومن خلالها هو بيعرف قد ايه هو مضغوط نفسيا. يعني حتى اليوم هيك شباب الكنترول بعد ما نشوف الصوره جاوبوا معنا على هي الاسئله اليوم. دكتور هي الاستبيان هو معتمد؟
هو مقياس ميسلاش هو اشياء اداه للصبي، يعني هو ثلاث مكونات نحن استخدمنا مكون واحد. طيب خلينا هلا السؤال الاول انه انت بس خلينا نختبرك مدام رشا. تفضل. انت هلا مذيعه في عندك مجال شغلك، اكيد ساعات تصوير طويله، سهر وتعب وتحضير واعداد. هلا في عنا انت بتشعري انك مستنزفه نفسيا بسبب العمل؟ هلا الدرجات اذا بنتذكرها واحد، خلينا نقول واحد. يعني شباب تابعوا معنا انتم بالكنترول مشان نشوف الفرق اليوم بين طبيعه العمل عم نحكي عليها. يعني خلينا نقول واحد. تمام. انت بتحسي بنهايه اليوم انه صبرك خلاص انتهى؟ لا بالعكس. يعني صفر؟ صفر. خلاص خلينا نتبع صفر. انه انت لما بتفيقي من النوم انا جاي على بالي اجي على الدوام ولا لا؟ انا يلا لسه في عندي دوام اليوم. اذا هلا موجوده. طيب اذا لا هلا يمكن طبيعه عملنا شوي مريحه لانه انت بمكان بتحبه وبضمن اكيب بتحبه فتختلف. يعني هيدا جواب لسؤال سالتيني من شوي انه ليش انتم بعيدين عن المكان الاجتماعي؟ بالنهايه نحن ضحينا، نحن جيتنا شيء مجال بنحبه بنتعب عليه، بدنا نعرف المجال اللي اجينا عليه. مثل مثلا فرضا طبيب مناوبته، في عندنا مدرس بمدرسته، تمام، في عندنا عامل بقطعه، كل حدا. خلينا على السؤال ثلاثة انه انا بكره الفئة بكير بس. طيب. يلا رح نعطي صفر كمان، انا بشوف حدا بحبه يعني. طيب هلا السؤال الرابع انه انت بتتعاملي مع الناس طول اليوم بتحسي بإجهاد بالتعامل مع الناس؟ ابدا. طيب صفر كمان. طيب بتحسي انه عملك معنا بالكنترول كمان يا ريت عم جاوبوا عني. طيب هلا لكن اجمعوا درجاتكم، هلا بتحسي انه عملك بحطمك احيانا؟ انه بس رحتي عن شيء. لا شو جعفر في خيارات؟ لا ببعض الحالات النفسيه دائما حالتنا النفسيه هي اللي بتاثر، ولكن انا خليني اقول واحد يعني احيانا مره يعني هيك ممكن. طيب. مرات بالسنه ما بالشهر. طيب هلا في عندك بتحسي احباط انه انا مارس مهنتي الله ما قدرت احقق شيء انا بدي اياه، انت احبطتي؟ حاليا لا صفر. فيما قبل ايه 6 و7 و8 كنت اعطيتك. بتحسي بصعوبه جدا بممارستك لوظيفتك؟ اي يعني أنا بحب العمل يكون فردي. كل يوم تحسي فيه صعوبة إذا كان ضمن مجموعة، بسبب اختلاف الآراء النفسيات. فأنت اليوم عم تعمل مع كذا شخصية، فبحب العمل يكون فردي يعني شخص اثنين مو أكثر. هيدي درجة ستة. خلينا نقول ستة. تمام. إنه بتحسي إنه أنت أشرفتي على النهاية نتيجة. يلا السؤال الثامن إنه أنت العمل بشكل مباشر على الناس عم يسبب لك ضغوط؟ إيه بشكل مباشر إذا يعني يومي. إيه؟ يومي كمان. يعني خلينا نقول خمسة ولا ستة هاي؟ ستة. ستة. إنه بتحسي إنه أنت أشرفتي على نهاية عملك؟ إنه أنا خلص بيوم ما بدي أقول أنا خلص. ما بنعرف الأستاذ عبد الله عم يشوفنا شباب. خلينا نقول لا صفر، أنا بحب هاي المهنة. فبعطي. تمام. أحد هاي المكونات هو الإرهاق النفسي. هلا هو في درجات، إذا أقل من 17 درجة فأنت عندك إرهاق نفسي منخفض. شو شباب جمعتوا لي؟ بين 18 و29 قالوا لي بالكونترول حسبوا لي 14. أنا إرهاق نفسي منخفض الحمد لله، لو فوق 30 كان شديد جدا. لا شفتوها يعني. هلا بتمنى نحكي عن حلول بسيطه جدا الواحد ممكن يستخدمها. لازم نعرف الحلول يعني بالنهايه لكل حدا عم يتابع يعرف الحلول. تمام. كيف ممكن هي اجراءات ولا ممكن خطوات يتبع الشخص لحتى يخفف من هذا الضغط والستريس اثناء العمل؟ تمام. هلا خطوات اللي بيتبعها الشخص، هلا خلينا قبل ما نحكي عن خطوات الشخص المؤسسه. هلا نحن شفنا ما قبل كورونا مختلف عن ما بعد كورونا، المؤسسات الصحيه والقطاعات العامه والشركات الخاصه صارت عم تامن معدات وقايه وتعقيم، ولازم تقدم بنيه تحتيه مناسبه للعمال. يعني انا بدي عمال عم يشتغلوا بحديد لازم يتوفر لهم نظارات وقي من الاشعه او من الذرات اللي ممكن تجرح لهم عيونهم بالنجاره. عمال عم يشتغلوا بالبناء لازم يلبسوا كفوف تحمي لهم من الهرس اللي هو ممكن يسبب لهم اذيات وبتور. هلا اما بالنسبه للعمال اللي عم يشتغلوا تحت اشعه الشمس لازم يلبسوا هاي الطاقيات لتحمي الاشعه، هدول مسؤول عنهم الشركات او مديرياتهم. اما انا كشخص فرد بمجال عملي كيف بدي خفض من طاقه الضغط اللي عم بتعرض له؟ هلا انا في كثير ناس عم تشتغل بورا الشاشه، عم يصير في عندها اجهاد عين رقمي، وما حدا عم ينوه لانه في عندها قاعده 20 20 20 الذهبيه اللي عم يتبعوها هلا بتخفيف تعب النفس. شو هي القاعدة؟ انه انا كل 20 دقيقة عم استخدم الكمبيوتر او الحاسوب لازم اطلع لجسم بيبعد عني 20 قدم حوالي 6 امتار لمدة 20 ثانية مع زيادة بالرمش العين، لانه احنا لما عم نطلع على الشاشة الموبايلات او نستخدم عم نقرا ملفات ورقية بي دي اف او كذا العين بتضل شاردة، فانه ما عم نعمل حركة الرمش. هي الوسيلة شو بتساعد بالضبط؟ بتساعد بانه الدمع ينفرد بطبقة الملتحمة عندنا اياها، فهذا الشيء شو بتعمل؟ ترطيب العين، فنحن بنحمي من الجفاف، نحن بنحمي من وذمة الجفان، فهذه القاعدة الذهبية انه هي على بساطة
كثير بتحل لنا كثير امور. كمان نفس الوقت انه نحن المقعد اللي نحن قاعدين فيه تمام، اذا كان مريح تمام، مستوى الشاشه على مستوى نظرنا ما يكون اعلى او اخفض، هذا بيحمينا من تشنجات الرقبه والظهر اللي بتسبب لنا الام يعني مزعجه بس نرجع من بيتنا. كمان التعب والنفسي والصداع، ممكن نرجع نحن عندنا تشنج بعضلات جبهيه صدغيه، هذا التشنج بيخلينا نرجع من عملنا معنا صداع دائم، بدنا سيتامول بس نرجع البيت. وجع نصفي دكتور، وجع نصفي. وجع نصفي على طول. تمام، كمان خلينا نحكي انه هلا شيء الشباب عم يتوفوا بازمات قلبيه، طيب ليش؟ لانه عم يكون في ضغط العمل، هالضغط العمل عم يفرز نور ادرينالين، حكينا من شوي، هالنور ادرينالين شو عم يعمل؟ عم يخلينا يعني تقبض الاوعيه، ترفع ضغط الدم، عم يخلي ترسبات الخلايا الدهنيه بالاوعيه، هالترسبات عم تزداد، ممكن تنفصل، تمام؟ طبعا عم تزداد تعملنا تصلب شرايين، ممكن تنفصل هالخثرات، ممكن تعملنا مشاكل بحسب المنطقه اللي بدها تروح عليها، راحت على الدماغ عملتنا نشبه دماغيه، راحت على شرايين القلب الاكليليه عملتنا سكتة يعني أزمة احتشاء عضلي قلبية، راحت على مناطق تانية عملت انسداد شرايين. طيب هلا نحن كيف بدنا نعالج هالشيء بنظام صحي؟ تمام، أنا ما فيني أقول لك إنه ما بتبعدوا عن فاست فود وهالقصص هي، بس خلينا نقللها. نحن اليوم دكتور بدنا نوازن الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي وساعات العمل، يعني اليوم إنه ساعات ساعات العمل أنا داوم 8 ساعات، أنا بتقيد بعقد عملي، طيب بس أنا وين المشكلة؟ إنه أنا كل ساعة أو نص ساعة أقوم بس أتحرك بضمن غرفتي، أعمل هيك حركات هيك يوغا بسيطة أو حركات هيك مرونة مفاصل، خلي إنه ما يصير في لنا هيك وذمة مفاصل، أو مثلا ما كتر كافيين، ما كتر منبهات. نعم. ليش ما يكون في عنا كل حدا نية مي كل شوي يشرب مي؟ ليش المي هو قديش هو حياة لجسم الإنسان؟ في عنا كمان شغلة مهمة، لما نحن عم نعمل اجهاد نفسي لاجسادنا تمام، عم ننسى انه هذا الاجهاد نفسي عم ينعكس على صحتنا النفسيه، اجهاد جسدي عم ينعكس على صحتنا النفسيه. عم نرجع عم يكون في عنا اكتئاب، عم احباط، تبدل شخصيه، عم يكون في عنا كمان قلق، عم يكون في عنا توتر. طيب نحن كيف بدنا نعالجه؟ انا كمدير لعشر موظفين، وين المشكله اني احتفل بعيد ميلاد احد الموظفين بدون ما اعرف، بدون ما اقول له؟ ضحكوا الشباب، شو المشكله؟ هذا الشيء بيخلي الموظف يزيد ابتكاريته ويزيد تقديمه للعمل، وكمان نفس الوقت بيخليه يحس حاله انه هو جزء من هالكيان، بيقدم له بطاقته، بيقدم له من روحه. التقدير دكتور والعطاء من رب العمل للافراد الموجودين ضمن المؤسسه وبجميع القطاعات ممكن يعطيك دافع تحفيزي ولو ما كان مادي يعني. فاليوم من خلال وجودك هيك بدنا نعايد جميع الكوادر الطبيه بمشافي الاسد ومشفى المواساه وجميع المشافي السوريه. نحن بنعرف انه وقتنا خلص، نحن بنعتذر انه دائما انتم عليكم المشقة الأكبر، إن كان بالسهر كان بالمناوبات، فيعطيكم ألف عافية وشكرا لكل الجهود اللي قدمتوها خلال السنوات السابقة، وأكيد الرحمة لكل شهداء القطاع الصحي والشفاء للجرحى. شكرا لك دكتور، ونتمنى لك الصحة والسلامة. وشكرا للاستضافة.